نوفمبر والقمة انطلقت بين النادي البنزرتي والنادي الافريقي والمخالفة وراء الكرة ديما من النادي البنزرتي احمد الحران نروح حضره التوصيل والهدف الهدف الاول للنادي الرياضي البنزرتي. ممتازة العملية ممتازة التسديدة من جانب نور حضرية 1-0 لصالح نادي الرياضي البنزرتي في 25 دقيقة أولى من الشوط الأول. ممتازة مباغتة الكرة وممتازة جدا. ثم لاعب بركة من جانب نادي البنزرتي أمام الكرة اللي هو بيجي يرفع الكرة زهير ذوادي مقاومة والهدف هدف التعادل هدف التعادل عن طريق محمد علي يعقوبي رقم 26. محمد علي يعقوبي يعدل لصالح النادي الافريقي. هدف ياتي عن طريق كره ثابته كره مقوسه من جانب سوير ذواتي ومحمد علي يعقوبي يغالط فاروق بن وصفه. 1-1 بين النادي الافريقي والنادي الرياضي البنزرتي والمدارج مدارج الملعب الاولمبي بالمنزة. تشجيع كبير من جانب جماهير النادي الافريقي لفريقها بعد تسجيل هدف التعادل. النادي البنزرتي قاعد يلعب في 4-2-3-1. نور حضريه صنع العاب وهو الممول بتاع خط الهجوم كله يلعب قلت قدام زوز لاعبين ارتكاز. واضح التسديد والهدف الهدف الثاني للنادي الافريقي سهير الزوادي سهير الزوادي. النادي البنزرتي يضيع فرصة التضعيف وزهير الزوادي يستغلها لصالح النادي الافريقي. شوف الاعادة شوف يخرج من زوز لاعبين ثم زهير الزوادي يدور ويسدد الكرة في شباك فاروق بن مصطفى. 2-1 لصالح النادي الافريقي. قلنا ان المباراة باش تكون مشوقة برشا برشا. امكانيات لاعبين الزوادي هو اللي يخلق الفرق وحده يراوغ ويخطف ما عنده مدخول اكثر من هكذا. ممتاز ممتاز زهير الزوادي وقبل كان الامتياز زاد نور حضريه وايهاب المباركي. ما ثمش نجاعه النجاعه تاتي من جانب النادي الافريقي. ام بي جي وتدخل مهدي رصايسي يحط الكره في التماس يتنفذ التماس بسرعه مرفوعه ويمكن الهدف الثاني والهدف الثاني هدف التعادل للنادي البنزرتي. احمد سوي احمد سوي يعدل وعدل النتيجه للنادي البنزرتي. تنشهد الاعاده الهدف الثاني